بتلعب شوف واتمتع جهز نفسك في البيكين ركز اغلط فرجو اسمع ده يبقى كروب تنعين يلا يا فندي قول للهاني بكرة بعدنا ما تتأخر وقت والحفلة 6:30 يلا دي فرصة ما تتكرر خالص لو ناوي بجد تخرجني انا عندي خروج انما ايه على فيلم الشادية تفرجني وحليمك مني بموت فيه انا نفسي اشوفهم وياك وديني السينما اللي هناك وقطع تذكرة من الشباك رأيك ايه؟ طبعا اوكي ندخل مع موت الجماهير ولا ننفس تاني ونخلص وقتك لاستوديو او ناخد سرت انتزاع طويل العمر طول عمر هاي زرافي قالك ايه قالك وسع وسع واسمع يا انا في اللابوريا قالك في مصارعة افلام نور وياسين وحسن وامام ضحك ولعب وجد وحب وحكاية ابطال الحرب بتحب من كل الانواع وبنوف كل الاوضاع وبنجمع كل الاعلام ونعيش مع بعض الاحلام واحنا محل اجلنا الجوي او هنهلك قلبك من جدا يا استاذه والله هتفرج احلى قوي هذه ليه هنا الصورة اللي زي الأصل بالتفصيل هنا الصوت اللي بيردد حاجات جواك هنا النور اللي بيدلك في عز الليل وميت واحد كتب عنك كأنه معاك من الأرض اللي لو نطقت هتنطق فن بتعلم وتوصف يعني إبداع هنا الشاشة اللي تقدر باختلاف السن تطيب كل قلب وتقتل الأوجاع هنا تقدر تشوف نفسك تحس ان انت ليك كلمة وكل اللي داري قلبك تشوفه بتذكرة سينما هنا تقدر تشوف نفسك تحس ان انت ليك كلمة وكل اللي مداري قلبك تشوف تذكرة سينما تحس ان انت ليك كلمة وكل اللي مداري في قلبك تشوف تذكرة سينما